السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد من 250 سؤال لا يسع أطفال المسلمين جهلهم. وفيديو بتاع النهاردة سهل جدا، بنتكلم عن من خاتم الأنبياء والمرسلين. كلمة خاتم معناها سيل، طبعا اللي هو خاتم، يا إما خاتم اللي هو في الآخر بيختم بيه حاجة، يا إما الخاتم اللي هو برضه بيبقى في الآخر حاجة اللي احنا بنختم بيه زي الختم كده. فعايز أقول من هو خاتم الأنبياء والمرسلين، بقول who is the seal of the prophets and messengers، من هو خاتم الأنبياء والإيه والمرسلين. وطبعا الإجابة تبقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، محمد is the seal of the prophets and messengers. طيب الدليل، الدليل من القرآن والسنة، الله سبحانه وتعالى يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، محمد is not the father of any of your men، ولكن رسول الله. كلمة ولكن هنا معناها بل، اللي هي rather he is the messenger of Allah وخاتم النبيين، and he is the seal of the prophets. وفي الحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه ايه، قال انا خاتم النبيين ولا نبي بعدي، I am the seal of the prophets، انا خاتم النبيين ولا نبي بعدي، and there is no prophet after مي. وبكده نكون خلصنا درس النهاردة، محتاج بس انك تسمعه باللغة الانجليزية، هينزل بعد الدرس ده على طول ان شاء الله. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.